الفصل الخامس، كيف تزيل 50% من هموم العمل؟ إذا كنت رجل أعمال، من المحتمل أن تقول في نفسك إن عنوان هذا الفصل سخيف، فأنا أعمل منذ 19 سنة وأعرف الأجوبة أكثر من أي إنسان آخر بالتأكيد، ومن السخف أن يجبرني أحد كيف أستطيع أن أزيل 50% من هموم العمل. حسن جدا، كنت سأشعر نفس ذلك منذ سنوات قليلة لو رأيت ذلك العنوان، فهو يعد بالكثير ووعوده رخيصة. فلنكن صريحين، ربما لن أكون قادرا على مساعدتك في إزالة 50% من هموم عملك. في التحليل الأخير وجدنا أن لا أحد يستطيع ذلك سوى أنت نفسك، ولكن الذي يمكنني أن أفعله هو أن أوضح كيف استطاع آخرون القيام بذلك، ومن ثم أترك الباقي لك. ربما تتذكر ما قلته عن الدكتور أليكس كاريل الذي قال إن رجال الأعمال الذين لا يعرفون كيف يجابهون القلق يموتون باكرا. وبما أن القلق خطير إلى هذا الحد، ألا ترضى في أن أساعدك في إزالة 10% من قلقك؟ موافق؟ حسنا، سأريك كيف استطاع مدير أعمالي أن يزيل ليس فقط 10% من قلقه، بل 75% بعدما قضى كل وقته بالمؤتمرات محاولا التوصل إلى حل للمشكلات التي تواجهه في عمله. علاوة على ذلك، سأخبرك قصة عن السيد جونز أو السيد لا أو عن رجل أعرفه في أوهايو، وهي قصص لن تستطيع التحقق من صحتها إلا أنها تعود إلى شخص حقيقي، هو ليون شيمكني الذي كان رئيسا لدار نشر سيمون وشستر، كما يعمل الآن رئيسا لدار بوكيت بوكس 630 الشارع الخامس بنيويورك. إليك تجربة ليون شيمكني الخاصة بكلماته. منذ 15 سنة كنت أمضي نصف نهاري في عقد الاجتماعات ومناقشة المشاكل، فهل يجب أن نفعل ذلك أم لا؟ كنا نصاب بالتوتر والضيق ونحن جالسون في مقاعدنا أو نتمشى أو نناقش وندور حول أنفسنا، وما أن يأتي الليل حتى أكون مرهقا تماما. كنت أتوقع أن أستمر على هذه الحال طيلة حياتي، وبقيت أفعل ذلك 15 سنة دون أن يخطر لي أن هناك طريقة أفضل لمعالجة الأمور. ولو أخبرني أحد أن باستطاعته توفير 3/4 وقتي الذي أمضيته في عقد الاجتماعات المثيرة للأعصاب لاعتبرته إنسانا حاد النظر متفائلا. مع ذلك وضعت خطة ساعدتني في تحقيق ذلك، وبدأت في استخدامها منذ 8 سنين وكانت فعالة جدا، أفادتني في المحافظة على صحتي ووقتي وسعادتي. هي تشبه السحر، لكن مثل سائر الحيل السحرية في غاية البساطة حين ترى كيف تعمل. إليك السر. أولا، أوقفت في الحال العملية التي أجريها مع معاونية، وهي ذكر كل تفاصيل الأخطاء التي ترتكب في الشركة، ومن ثم الانتهاء بالسؤال ما الذي يجب القيام به. ثانيا، وضعت قاعدة جديدة، قاعدة تقضي أن على كل من يتقدم بمشكلة ما أن يجهز أجوبة للأسئلة الأربع التالية. السؤال الأول، ما هي المشكلة؟ في الماضي كنا نقضي ساعة أو ساعتين في اجتماع قلق
من دون أن يعرف أحد ما هي المشكلة الحقيقية بالتحديد. وقد اعتدنا أن ننشغل بمناقشة مشاكلنا من دون أن نتعب أنفسنا بتدوين المشكلة بالتحديد. السؤال الثاني: ما هو سبب المشكلة؟ حين أتطلع إلى مجرى حياتي، أتحسر على الساعات التي أمضيتها دون فائدة في المؤتمرات، ومن دون أن أحاول اكتشاف ما هي جذور المشكلة. السؤال الثالث: ما هي الحلول الممكنة؟ في الماضي كان رجل من المجتمعين يقترح حلاً ويناقش آخر ضده، فتثور أعصابنا حتى نكاد نخرج عن الموضوع، وفي نهاية الاجتماع نخرج من دون أن يكتب أحد ما يمكننا فعله من أجل معالجة المشكلة. السؤال الرابع: ما الحل الذي تقترحه؟ اعتدت الذهاب إلى الاجتماع مع رجل قضى ساعات قلقا بشأن وضع ما، وقد دار حوله من دون جدوى ومن دون حتى أن يفكر بالحلول الممكنة، ومن ثم كتابة هذا الحل الذي أقترح. نادرا ما يأتي معاوني الآن بمشكلاتهم. لماذا؟ لأنهم اكتشفوا أن في سبيل الإجابة على الأسئلة الأربعة عليهم أن يجمعوا الوقائع ويفكروا بمشكلاتهم بتأنٍ، وبعد أن يفعلوا ذلك يجدون في معظم الأحيان أنهم ليسوا بحاجة إلى استشارتي، لأن الحل الملائم يكون قد طرح نفسه مثلما يفعل الرغيف في الفرن. وحتى في مثل تلك الحالات حيث تكون الاستشارة ضرورية، فإن المناقشة لا تتعدى ثلث الوقت الذي كنا نقضيه في السابق، لأنها تأتي منتظمة ومنطقية. والآن قليل من الوقت يستهلك في القلق والنقاش في دار البوكيت بوك، بينما ازداد العمل والنشاط هناك. أخبرني صديقي فرانك بيدجر، وهو واحد من أكبر العاملين في حقل التأمين، أنه لم يقلل من هموم العمل فقط، بل إنه ضاعف دخله حين اتبع طريقة مماثلة. يقول فرانك بيدجر: منذ سنوات حين بدأت أعمل في حقل التأمين كنت مليئا بالحماس والحب للعمل، ثم حدث شيء ضبط همتي فكرهت عملي وفكرت في التخلي عنه، وكدت أفعل ذلك لو لم أجلس صباح يوم السبت وأحاول الوصول إلى جذور المشكلة التي تقلقني. أولا سألت نفسي ما هي المشكلة، وكانت: لم أحصل على دخل جيد رغم الجهد الذي أبذله في عملي، فكان الزبون يتوقف فجأة ويقول: سأفكر في الأمر يا سيد بيدجر، أرجو أن تمر بي ثانية. وبذلك كنت أضيع الوقت في الزيارات المؤجلة. ثانيا سألت نفسي ما هي الحلول الممكنة، لكن من أجل الحصول على الجواب علي أن أدرس الوقائع. تناولت دفتر سجلاتي المتعلقة بالسنة الأخيرة ودرست الأرقام المدونة فيه. اكتشفت شيئا مدهشا وكان واضحا وضوح الأبيض والأسود. اكتشفت أن 70% من مبيعاتي كانت تتوقف منذ أول مقابلة، و23% منها كانت تتوقف لدى الزيارة الثانية، و7% فقط من مبيعاتي كانت تتوقف لدى الزيارة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، حيث تأخذ وقتا طويلا من دون أي نتيجة. بمعنى آخر كنت أضيع نصف وقتي في مراجعة 7% من مبيعاتي. ثالثا فما هو الجواب؟ كان الجواب واضحا،
قطعت جميع زياراتي التي تتعدى المقابلة الثانية، وأمضيت الوقت الفائض في القيام بمشاريع جديدة، وكانت النتيجة خارقة. ففي وقت قصير ارتفعت قيمة المدفوعات لكل زيارة كنت أقوم بها من 2 دولارا و80 سنتا إلى 4 دولارات و27 سنتا. ومثلما قلت سابقا، إن فرانك بيتجر هو أحد العاملين المشهورين في حقل التأمين في البلد، وهو يعمل لدى شركة ميتشول فلاتفيا، ويمضي عقودا قيمتها 1,000,000 دولار في السنة. إلا أنه كان يتخلى عن عمله في وقت من الأوقات، وكان يستسلم للفشل لو لم يلجأ إلى تحليل المشكلة. عندها انطلق في طريق النجاح. فهل تستطيع أن تطبق هذه الأسئلة في مشكلات عملك؟ ولنكرر التحدي، فهي ستخفض قلقك بنسبة 50%. إليك بالأسئلة ثانية. السؤال الأول: ما هي المشكلة؟ السؤال الثاني: ما هو سببها؟ السؤال الثالث: ما هي الحلول الممكنة؟ السؤال الرابع: ما هو الحل الذي تقترحه؟ خلاصة القسم الثاني: الطرق الأساسية لتحليل القلق. القاعدة الأولى: اجمع الوقائع. تذكر ما قاله الأستاذ في جامعة كولومبيا هوكس: إن نصف القلق في العالم سببه أشخاص يحاولون اتخاذ القرارات قبل أن يحصلوا على المعرفة التي على أساسها يرتكزون في قرارهم. القاعدة الثانية: بعد دراسة الوقائع توصل إلى قرار. القاعدة الثالثة: حالما يتم التوصل إلى قرار، ابدأ بالتنفيذ من دون أن تقلق بشأن النتائج. القاعدة الرابعة: عندما تقلق أنت أو أحد مساعديك بشأن مشكلة ما، اكتب هذه الأسئلة ومن ثم أجب عليها. ما هي المشكلة؟ ما هو سبب المشكلة؟ ما هي الحلول الممكنة لها؟ ما هو أفضل حل؟